مباشرة ننتقل للسيد عصام زكير عضو مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي جلوبال للحديث السعودية للحديث أكثر عن أداء السوق. إلى أي مدى ترى أن معامل النفط اليوم وتراجعاته هي التي تؤثر من الدرجة الأولى على السوق، أم أن هناك أسباب داخلية تخص السوق نفسه؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا لاحظنا ضغط خلال الجلسات الماضية في سوق الأسهم السعودي. لاحظنا أمس يمكن كانت أقل قيمة تداول في سوق الأسهم السعودي بمقابل 2.3 مليار ريال. طبعا إذا أردنا تقريبا نقسم الأسباب الرئيسية للسوق السعودي، نرى أنه في هناك عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية من الأسباب الرئيسية للضغط على السوق السعودي هو نسبة السيولة ونسبة التداول. كان لها عدة أسباب. السبب الأول يمكن في السعودية احنا عندنا مثل ما تقول رمضان والإجازة، فالمضاربين والمستثمرين في هذه الفترة كسيزن يقل التداول في سوق الأسهم السعودي. في ارتباط مباشر لعامل خارجي وهو عامل السايبر. السايبر شفنا خلال السنة ارتفع من أول السنة من 1.07 إلى الآن 2.62. لما يرتفع السايبر تقل نسبة السيولة، لأنه نسبة الإقراض ترتفع، يكون للمستثمرين بدائل استثمارية غير سوق الأسهم مثل الودائع. ولاحظنا أنه بعض المستثمرين يأخذون الودائع كبديل للاستثمار في سوق الأسهم. النقطة الثالثة اللي هي العامل الرئيسي، يجب أن نفهم أنه الآن مكرر الربح بالنسبة لسوق الأسهم السعودي هو عند أقل من معدل سنوي لعشر سنوات ماضية. فالآن حنا عند معدل 15.2 مكرر ربح مستقبلي ل 2016، بينما كان عند 16.2 في أفريج سنوي للعشر سنوات الماضية. فهنا يجب أن نسأل نفسنا سؤال، هل المستثمرين الآن يبي يأخذون بوزيشن لاستثماراتهم في هذا الوقت يتعلق بأسواق بالنفط أيضا؟ النفط الآن لاحظنا كيف أمس كان ضغط على سعر النفط كأغلاق، جاي فصل الخريف وفصل الشتاء يبي يزيد نسبة العقود المستقبلية للنفط، مما قد يؤثر إيجابا على سوق الأسهم. هنا ننتظر خلال يومين إن شاء الله مثل ما تفضلت أستاذي أنه ستظهر بيانات التوظيف الأمريكية وبيانات الأجور، الأهم منها لأنها ستعكس مدى قابلية المستثمرين في الاستثمار في سوق الأسهم. هنا بالنسبة للسوق السعودي يعني وحسب دراساتنا في جلوبال يجب أن نلاحظ شيء ثاني. الآن في الداون جونز في النازداك خلال السنة نلاحظ أن نسبة نزول السوق السعودي أكبر من نسبة ارتفاع السوق الأمريكي. فوحظنا مثلا إلى نهاية أوغست 6.3 نسبة ارتفاع الداون جونز، 4.1 نسبة ارتفاع النازداك، بينما على أساس سنوي من بداية السنة إلى نص تقريبا أوغست كان في نزول للسوق السعودي بنسبة 8%. اللي قاعد الآن يشجع المستثمرين أنهم ينتظرون يترقبون هذه البيانات سواء النفط وعلاقته في الفصل الخريف والشتاء، وأيضا بيانات الأجور الأمريكية ليأخذون بوزيشن أو يأخذون مراكز استثمارية في السوق السعودي. جيد. سيد عصام، دعنا نتحدث فنيا فيما يتعلق بمؤشر السوق السعودي عند 6068، كيف تعلق على هذه المنطقة؟ إلى أي مدى السوق السعودي قادر على التماسك على أقل تقدير في هذه المنطقة حتى لا يحدث فيها كسر؟ بوجهة نظرنا أنه 6000 هي حاجز نفسي للمضاربين اكثر من انه يعني نقاط
نقاط دعم. لأنه يعني المضاربين، حتى المضاربين يعني وجهة نظرنا أنهم الكل قاعد يترقب، يعني هناك عوامل خارجية أخرى. السايبر الآن يوم طلعت يلن ووضحت في طريقة غير مباشرة أنه في احتمال لرفع سعر الفائدة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، فحتى المضاربين الآن رفع سعر الفائدة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي بالطبع سيؤثر لدينا حنا في ساما يعني فولو ذم على الانترست ريت. فحتى المضاربين الآن ينتظرون النتائج، النتائج مهمة في الربع الثالث، لأنه حنا لاحظنا نزول في أرباح الربع الثاني بنسبة 11.2% year over year، اللي هي الربع الثاني من 2016 مقارنة بالربع الثاني من 2015، فلاحظنا نزول. فالمستثمر والمضارب ينتظر هذه البيانات على أساس أنه يأخذ ما يراه من رأي أو decision مناسب في هذا الصدد. النقطة المهمة اللي عاوز يعني مثل ما أعلق عليها هو السوق حتى مستقبلا شفنا أستاذي المعايير المحاسبية اللي قاعدة كل شركة تعلن عنها في تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة، فهذا أيضا سيؤثر تبعا على سوق الأسهم السعودي من خلال فهم آلية تطبيق هذه المعايير. ماذا يعني، ماذا المستثمر، ما الذي سيفهمه من المعايير المحاسبية الجديدة؟ يعني الآن المعايير المحاسبية الجديدة هي كانت السعودية هي الدولة الوحيدة من ضمن الدول العشرين التي لم تطبق المعايير الدولية للمحاسبة. والآن يعني في مجهود شركة التداول وهيئة سوق المال في إصدار شفافية أكثر للمستثمرين، لأنه في حالة يعني شرح أكثر للمعايير الجديدة، في حالة المستثمر الأجنبي سيرى هذه الشفافية من نظرة إيجابية، أنه القوائم المالية بالنسبة للشركات السعودية ستكون مقارنة أو مقاربة لما هو موجود في الشركات العالمية. فبالمقابل حتى الخليجيين أو المستثمرين الخليجيين لما تطبق هذه المعايير سيسهل عليه مقارنة مثلا شركة مثل سابك مع شركة بتروكيميكلز في أسواق العالمية. وعليها المعايير ستكون يعني رأينا الشخصي أنه ستؤثر على المدى القصير، لكن على المدى الطويل المعايير المحاسبية الجديدة ونلاحظ كل يومين أو ثلاثة شركة تأمين أو شركات بتروكيميكلز نحاول تطبيق المعايير الحسبية، أغلقنا ملف تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة، لأنه يعني هي سيمبلي تتعلق في الأصول. فمثلا الشركات الريتيل أو الشركات العقارية التي قيمت أصولها في القيمة الإسمية ستتبع المعايير المحاسبية الجديدة لإصدار ما هي قيمتها السوقية الحالية. فحتى البنوك، حتى البنوك ستنتفع من هذه المعايير على أساس يكون عندها قيمة عادلة لقوائم مالية واضحة. هنا تجي دور مثل البيج فور أو خلنا نقول الشركات المحاسبة القانونية في إبلاغ المساهمين، إبلاغ المستثمرين، في إبلاغ حتى الشركات في أنه هذه لفائدة الجميع، هذه المعايير هي لفائدة الجميع. أنا أشكرك السيد عصام الزكير عضو مجلس إدارة بيت الاستثمار العالمي جلوبال السعودية، شكرا جزيلا لك.